قبل ما نروح لتفاصيل حلقتنا النهاردة، في حاجة يعني أنا لما اتكلمت مع حضراتكم امبارح عن فريق السلة والهزيمة اللي كانت يعني غير متوقعة ومش حلوة، وبتمنى أن يكون في تصحيح للمسار في المباريات المقبلة طبعا مع فريق المصرية للاتصالات. ولكن كان الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه أصلا امبارح هو فكرة عدد البطولات اللي حصل عليها نادي الزمالك في كأس مصر لكرة السلة، وانه حصل بعد كده اللغط وبعض المشاكل على السوشيال ميديا. طبعا يعني للأسف الصفحة الرسمية لاتحاد السلة اللي ما بنمكرش دوره العظيم في تطوير المسابقة، وقد ايه المسابقة بقى فيها تنافسية غير طبيعية، وانه قد ايه المسابقة بقتش محصورة بين فرقتين ثلاثة، لا الموضوع بقى بجد فيه 8 فرق كلهم بيضربوا في بعض كده بلغة الرياضة، يعني كلهم ممكن يكسبوا بعض، كلهم بيقدروا يعملوا مفاجآت، وده اكيد من نظام الدوري المحترم اللي اتحاد السلة حطه. ولكن الصفحة اللي بتمثل الاتحاد المصري لكرة السلة ما ينفعش يكون فيها حاجة زي كده. يعني البعض عايز يشطب بطولات من تاريخ كرة السلة بنادي الزمالك. كلنا طبعا شفنا ان في بعض الناس عايز يشطب بطولتين من تاريخ فريق السلة بنادي الزمالك في كأس مصر. يعني بدل ما الزمالك عنده رصيد من البطولات في كأس مصر 13 بطولة، بقدرة قادر كده لقينهم 11. طب ازاي؟ ازاي ده يحصل؟ طيب ايه البطولتين اللي اتمسحوا؟ اتمسح بطولة كاس 1975 رغم ان الزمالك فاز فيه على نادي الجزيرة في النهائي، والجرائد طبعا موثقة بشكل كبير جدا زي ما هيظهر قدام حضراتكم على الشاشة. كمان كاس 1981 اللي زي ما شايفين معانا على الشاشة، كاس 1981 اللي برضو اتمسح بجرة قلم، ما بقتش بجرة قلم بقى بضغطة على الكيبورد. طيب رغم ان الزمالك فاز في 81 على نادي الاتحاد في النهائي، وبرضو الجرايد موثقة زي ما حضراتكم شايفين معانا. الكل عارف تاريخ نادي الزمالك. احنا كمان يا جماعة بقينا في عصر دلوقتي، يعني ده زمان شايف زمان، واللي هو الامكانيات ما اتطورتش بالشكل اللي احنا بنعيشه دلوقتي، وما كانش فيه بقى السوشيال ميديا اللي بنحكي عنها دلوقتي وانها قد ايه بتوثق كل حاجه، وان عندنا ناس يعني مهتمين بالتواريخ وان هم طول الوقت يبقوا بيذاكروا تاريخ نادي الزمالك وبيعملوا ارشيفات. عندنا في كره القدم بنشوف ناس بتعمل كده، وفي الالعاب الاخرى عندنا ناس كتير بتعمل كده. فالموضوع ما بقاش ينفع بقى، احنا مش عايشين في الجاهلية، يعني احنا بنهزرش مع بعض، فما ينفعش الكلام ده. نادي الزمالك والبطولات اللي حققها سواء في البطولات المحلية او القارية، ده غير المشاركات العالمية، يمكن هو النادي الوحيد اللي لعب في بطولة اوروبا مثلا لكرة السلة، كان هو الفريق المصري الوحيد اللي لعب في كاس العالم للاندية. فريق سلة الزمالك كبير ببطولاته وانجازاته، اللي بيشطب او بيحاول يمسح بطولة من التاريخ، أنا برضو مش عايزة أكون هنا مكاني بيهاجم الاتحاد، لأن أنا مستنية بيان توضيحي من الاتحاد يطلع يقول إن دي كانت غلط، أو إن دي كانت مشكلة من واحد من السوشيال ميديا، واللي مش أول مرة يغلط، دي تاني غلطة دي. فإيه بقى؟ هو يمكن عنده غلطات تانية، بس يمكن اللي علمه مع الناس كتير قوي آخر غلطتين عملهم، اللي هو منهم طبعا شطب البطولتين. فأنا مستنية بيان من الاتحاد، لأن لو الاتحاد النهاردة طلع بيان قال إنه معلش بنعتذر عن الخطأ ده والزمالك عنده 13 بطولة، خلاص الموضوع خلص. ولكن احنا النهاردة بكرة امبارح كنا مستنيين بيان من الاتحاد المصري لكرة السلة. ولكن خلينا ندي الناس فرصة، يعني بلاش نبقى لا انا معاكم لحد بكره ان شاء الله. حلقات الاسبوع بتاعتنا بتخلص بكره، وحتى لو حلقات الاسبوع بتاعتي خلصت عندي زمايلي في البرنامج الصباحي وزمايلي في البرنامج الرئيسي بالليل. اي حد هيطلع بيان هنعرضه على الشاشه في قناه الزمالك، وهنقول اهو يا جماعه الاتحاد المصري لكره السله كذب كل اللي حصل، او اعتذر عن الخطا اللي حصل من واحد من السوشيال ميديا في الاتحاد. لانه النهارده ما ينفعش يبقى في ناس تعبت واجتهدت بعرقها، موتت نفسها جوه الملعب علشان الكيان طبعا، وعلشان انهم يحققوا بطوله بتتكتب لهم في السي في بتاعهم،
غير انها بتتكتب في سجلات نادي الزمالك. ما ينفعش ان الناس دي باصرارهم وعزيمتهم وتعبهم والامكانيات زمان كانت بسيطه قوي، يعني دلوقتي في عقود وفي الامكانيات مختلفه، على يعني الامكانيات سواء في العقود او المرتبات او حتى السوشيال ميديا او حتى الجرائد، كل حاجه اختلفت تماما عن زمان. ولكن مش معنى ان الحاجه اختلفت عن زمان يبقى احنا زمان ما كناش عارفين او البطولات ما كانتش موثقه، لا دي موثقه بالجرايد وبالسجلات وبكل حاجه. فما ينفعش النهارده ان انت تيجي بكل بساطه دلوقتي بلمسه على الكيبورد تمسح تاريخ كتبه عظماء واساطير افنوا حياتهم للعبه وافنوا حياتهم في حب فريقهم وافنوا حياتهم داخل نادي الزمالك. عايز تفرح فريقك مفيش مشكله، حقك، ما اقدرش اتكلم فيه، بس مش على حساب فرق تاني، مش على حساب نادي تاني. وانا النهارده اصلا انا ما بتكلمش، ما ينفعش برضه اقول له عايز تفرح فريقك، لان انا ما بتكلمش مثلا عن نادي هو اللي عمل كده على السوشيال ميديا، لا ده انت الاتحاد اللي بتدير اللعبه، بتدير كل الانديه، فما ينفعش اصلا تبقى بتنتمي النادي. هو ما ينفعش، انتوا المفروض انتوا اللي بتحكموا اللعبه في مصر، المفروض ان انتوا اللي بتتعاملوا بمعيار ثابت مع كل الانديه، انتوا ميزان العدل بالنسبه لكل الانديه، فهو مش طبيعي اصلا انك تبقى بتنتمي النادي يعني. فانا لا، انا ما ينفعش ان انت تقول ان انا اصلي بجامل ده على حساب، لا ما ينفعش، كل الفرق عندك، وانا بعتبر ان انتوا اتحاد ناجح جدا جدا، وبعتبر ان انتوا اتحاد عظيم ومحترم وقادر ان هو يغير في اللعبه بشكل كبير جدا، وبتعملوا مجهودات كتيره جدا عشان ترتقوا باللعبه، مش على المستوى المحلي بس، لا كمان على المستوى الافريقي والدولي واولمبياد، وبنتكلم بقى في حته تانيه خالص. فلما تبدا من هنا لازم يبقى عندك معيار ثابت للكل، ما ينفعش. ما ينفعش النهارده الزمالك يبقى عنده 13 بطوله في كاس مصر وانت النهارده مخليهم 11. بس انا هعتبر انها غلطه من واحد على السوشيال ميديا، بس هو تاني مره يغلط، هو ايه بقى يعني؟ مش الغلطات كترت ولا ايه؟ ولا هيفضل مكمل معانا كده كتير؟ وليه الغلطات مع نادي الزمالك بس؟ ما بحبش نظام انه ان احنا نظريه المؤامره، لان انا قلت بدل مره الف، احنا نادي الزمالك، احنا نادي كبير قوي، نادي عظيم جدا جدا جدا، احنا ما ينفعش اصلا نبقى بنعاني او بنتكلم ان احنا بنتعرض لنظريه المؤامره. انا ما بقبلش ده، لان نادي الزمالك كبير، محدش يقدر يعمل على نادي الزمالك مؤامره، محدش يقدر ولا يجرؤ يعمل على نادي الزمالك مؤامره. ولكن عندك حد غلط على السوشيال ميديا، يا ريت يكون في حساب كويس قوي للشخص ده، ويا ريت تنزل بيان يكون فيه توضيح، مش هنقول اعتذار، نمشيها توضيح، توضيح للي حصل من الراجل اللي على السوشيال ميديا وغلط الغلطه دي، نوضح الدنيا فيها ايه وايه اللي حصل، علشان جماهير الزمالك كبيره، نادي الزمالك كبير، وما ينفعش ان غلطات زي دي تحصل مع الانديه الكبيره، ما ينفعش ان الغلطات دي تحصل مع نادي احد اهم ناديين في مصر والشرق الاوسط وافريقيا. فبنتمنى ان شاء الله يكون في بيان توضيح. اللي عايز اقوله ان التاريخ كمان عمره ما هيتغير مهما حصل، لان ده واقع حصل بالفعل، احنا مش بنختلف على حاجه هي نسبيه انت شايفها صح وانا شايفها غلط، لا ده كله متوثق بالسجلات والجرايد المصريه زي ما عرضنا لحضراتكم، اللي هي خير دليل بالتاكيد. كمان بطالب اتحاد كره السله المحترم انه لازم يكون ليه وقفه، زي ما قلت لحضراتكم للمره الثانيه بعيد، انه يكون ليه وقفه مع الصفحه الرسميه للاتحاد، لان عندهم مشاكل كبيره، ويطلع بيان رسمي من سجلاته بالبطولات اللي كل فريق خدها، علشان دي حقوق اجيال يا جماعه وتاريخ لازم نحافظ عليه. النهارده ومع التطور التكنولوجي الرهيب صعب ان اي حاجه تضيع، مش هنقول بقى سجل ضاع، لا اتحرق، كلام ما ينفعش يتقال في العصر ده، احنا عدينا، احنا هو منتهى البساطه جبنا لكم المانشات بتاع 75 والمانشات بتاع 81، منتهى البساطه يعني، الاعداد عندنا مشكور، الناس بيتكلموا معانا بالجرايد اهو، بالسجلات. النهارده ما هو لا يمكن يعني جريده كبيره ومحترمه هتنزل تقول ان الزمالك كسب كاس مصر وده كان خيال علمي مثلا، لا يمكن يعني، ده بيبقى هو كسبان مثلا امبارح بالليل، فالصبح بتلاقي اول مانشات ان الزمالك كسب كاس مصر في كره السله، فهو اكيد الناس دي مثلا احنا متفقين معاها او خالص خالص يعني، ده على طول ده خبر نزل تاني يوم علشان ده حصل امبارح بالليل، فما فيهاش بقى. تاريخ الزمالك في جميع الالعاب كبير، ما
ما اتعملش بسهولة، اتعمل بعرق وجهد أجيال.